الباقورة والغمر أردنيتان، كان هذا القرار كفيلاً بأن يضخ قلوبنا فرحاً بدل الدم، لكن هذا ليس نهاية الفرح ولا نهاية مطالبنا. نريد قراراً مماثلاً بوضع اتفاقية وادي عربة تحت أقدامنا. نريد قراراً مماثلاً بوضع اتفاقية الغاز والماء تحت أقدامنا. نريد قراراً مماثلاً بوضع الكيان الصهيوني كله تحت أقدامنا، فلا يدنس أرضنا من يمثله. بعد الباقورة نريد أن نبقر عيون الصهاينة والمتصهينين، وبعد الغمر نريد أن تغمرنا الفرحة فنلغي وادي عربة وننتصر لدماء شهدائنا وعروبة فلسطين.